أنا بصحبة السيد حمد الغانم المنسل والاستشاري والمسجل العام لسلالة السلوقي العربي بالوطن العربي والخبير العالمي بشؤون وكل ما يتعلق بالسلوقي العربي. سيد حمد الغانم أهلا وسهلا فيك. مرحبا بك. مرحبتين سيد حمد. كلمنا عن قصتك وقصة خمس أجيال في عائلتك بالسلوقي العربي. أولا كلب الصيد العربي اللي عندنا في منطقة الخليج العربي هو كلب صيد ومرافق لصاحبه ويصيد لصاحبه ويطعم لصاحبه ويحمي ويحرس صاحبه ويدل ضيفان عليه. السلوقي من التراث القديم، لولاه ما كان أجدادنا الآن وصلوا لما وصلوا إليه من ناحية العيش والإعاشة. السلوقي تربينا مع السلوقي، نحن أنا من الجيل الخامس في التربية والمحافظة على السلالة بحيث أن لا يمسه أي دخيل من سلالات مختلفة، ونقاوته وأصالته تبرز مثل ما يبرز الخيل والصقر والجمل. السلوق العربي من كلب الصيد العربي عندنا، مهتمين نحن بنشاطاته. الصيد رقم واحد. حاليا الصيد نادر أن الشباب يصيدون يطلعون مقناص أو رحلات الصيد، فنعمل بالموازنة رياضة الصيد. فرياضة الصيد تغني عن الصيد بحيث أن الطعم يكون مش حي، يكون مثل مجسم لغزال لظبي، عملية لياقة بدنية. السلوق العربي كلب قديم من الزمان الأول، يعني أيام رحلة الشتاء والصيف أيام العرب الأوائل فبلاد اليمن وبلاد الشام. نحن المنطقة العربية الجزيرة العربية هي منبع ومصدر لهذا السلوق العربي. تسميته جاءت من بيئته، بني سلوق، البلد الموجود في بلاد اليمن في جنوب اليمن حضرموت، وكانوا من القبائل اللي تعني بتربية بالصيد أولا، فطبيعيا يرافقهم كلب معهم. فتسمية وتيمنا بهذا الكلب السلوقي سموه بهذا السلوقي، سلوقي من بني سلوق أو من سلوق. فالسلوق أو السلق أو السلق الحصان الدرع، يعتبر أن الدرع. فكلب الصيد العربي مش أي كلب، كلب صيد عربي يرافق صاحبه ويخاوي صاحبه، جليس لصاحبه. نحن مهتمين في تربيته ومحافظة عليه من ناحية طبية، من ناحية السلالة، التكاثر، التعليم، اللياقة، التعليم داخلي، تعليم خارجي، الإطعام، حتى الطعام يعني شاطئنا طعامنا. جميل. فالسلوق العربي يخاوي صاحبه ويأكل من طعام صاحبه ويلعب مع صاحبه. القصد ما فيه أن هذا ليس بكلب عادي، لو يقدر ينطق ويتكلم عن ما مضى أسلافه كان نطق، بس نحن الحمد لله نحافظ عليه بحيث أن حكومتنا رشيدة وشيوخنا ومن لهم الهواية محببة لهم يواصلون معانا بدعم مهرجانات بوضع جوائز قيمة لمواصلة هذا الحدث بعدم الانقطاع والتربية والتكاثر. ككوني أنا السلوق العربي كنادي للسلوق العربي في الجزيرة العربية نحافظ عليه ونسجل ونوثق في سلالات البيديغري أو سلالات النسب، الأبهات والأم والأمهات من جميع الأجيال سواء من الأب جيل الأب أو من جيل الأم. فهذا مصدر لنا فخر واعتزاز أن هذا السلوقي ما زال محافظين عليه، مصدرا منبعا شجرته، شجرة عائلته موجودة عندنا. ومش أي سلوقي نحن نكتبه، في بعض السلق مجهولين الهوية للأسف، أصحابهم ما دونوها عندنا. فنحن نحاول أن نوعي توعية سواء كانت بالزيارات أو كانت بالمهرجانات، ونحاول أن قد ما نقدر أن نخلي السلوقي هذا له شأن له مكانه، مش أي كلب أنه موجود هنا. السلوق العربي كلب الجزيرة العربية، الصيد عنده من الأولويات وعنايته صاحبه من الثانويات.
جدا. سيد حمد الغانم، أشكرك كثيرا على هذه الإجابة الجميلة، وسوف يكون لنا لقاء إن شاء الله في القريب العاجل. إن شاء الله، حياك الله. شكرا لك. حياك الله.